لن أكون بعيدا عن ما تفضل به الأستاذ سبهان، بالفعل أتفق في كل ما تفضل به، مع التأكيد على نقطة مهمة تفضل بها وهو انتهاء عصر الفرز السياسي. صحيح، ولذلك أقول أننا نعيش لحظة تاريخية سياسية اقتصادية تمر بها دول المنطقة في ظل وجود، لا أقول انشغال بقدر ما هو انكفاء غربي بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، نعم، ونهش الخاصرة الشرقية لأوروبا وانشغال الولايات المتحدة الأمريكية بالعلاقات الأوروبية الأمريكية. نقطة أخرى وبواقعية أيضا، دول المنطقة اليوم بالفعل ركزت على أن الاقتصاد هو من يقود قاطرة العلاقات الدولية وليس الإقليمية فقط. ولذلك رأينا أن الاقتصاد السعودي اليوم أصبح محجا وقبلة للاقتصاديات، العديد من الاقتصاديات في العالم. النقطة الثالثة أيضا وهذه مهمة للأشقاء في العراق، بدأ لي واضح أن هناك حرص سعودي متزايد منذ 7 أعوام وحتى نعم اليوم. نعم، هناك حرص سعودي كبير جدا بالعراق، والدليل على ذلك أنه خلال أقل من شهر كان هناك اتصال هاتفي من بين دولة الرئيس السوداني إبان زيارته لواشنطن، اتصل بسمو ولي العهد. نعم، ثم حرص ولي العهد على حضور دولة رئيس الوزراء في المنتدى الاقتصادي الأكبر بعد منتدى دافوس، وتنظيم لقاءات لدولة الرئيس مع عدد من رؤساء العالم وكبريات شركات التقنية في العالم بما فيها شركة التقنية الألمانية التي تسعى لرقمنة الاقتصاد. هناك قواسم مشتركة بين الاقتصادين السعودي العراقي، وعملت السعودية حقيقة على تمتين هذه القواسم على أمل حقيقة أن نجتاز التحديات التي تمر بها دول الإقليم وليس السعودية والعراق فقط.